مرحبا بمحبي اللغة الكورية الراغبين في تعلمها في أول فيديو تعليمي. قبل البدء في تقديم الحروف الكورية التي تشكل الهانغول، أود الحديث عن نظام المقاطع الصوتية في اللغة الكورية، وسأخذ مثالا بسيطا عن العبارة الأكثر شيوعا والتي يتداولها عشاق الدراما الكورية. أنياسايو. هذه الكلمة تضم 5 مقاطع: أن، نيون، ها، سي، يو. أنيون ها سيو. كل مقطع يكون مكونا من حرف صامت وحرف صائت، حرف صامت، حرف صائت وحرف صامت، أو حرف صامت، حرف صائت وحرفين صامتين. سنرى أمثلة لهذه الحالة لاحقا. إليكم فيما يلي الحروف الكورية وطريقة نطقها. في الأبجدية الكورية نجد حروفا صامتة وحروفا صائتة. أما الحروف الصامتة فنجد الصوامت البسيطة ك، تنطق ما بين كاف و غا ك. نا، تا، تنطق بين الدال والتاء تا. را، راء مخففة تميل إلى اللام. ما، با، سا. هذا الحرف حسب تموضعه في المقطع، في البداية لا ينطق أبدا ليس لديه أي صوت، وفي نهاية المقطع ينطق أن كم نيون. أنيون هاسيو. جا، تشا، كا، تا، با، ها، كا، نا، تا، را، ما، با، سا، ان، جا، تشا، كا، تا، با، ها. أما الصوامت المزدوجة تنطق كالصوامت البسيطة مع شدة كا، تا، با، سا، جا، كا، تا، با، سا، جا. الصوائت تمثل الصوائت اجتماعا أو اتحادا ما بين السماء والأرض والإنسان. الصوائت البسيطة إنسان، سماء، أ، أو، أو، أو. هذه الحروف الثلاثة تنطق أو، لكن الفرق بينها في فتحة الفم أثناء نطقها. أو يكون الفم مفتوحا، أو فتحة متوسطة، أو أقرب إلى الإنغلاق. إ، إي، إي. يا، يو، يو، يو. إي، يي، يي. أ، أو، 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 إ، إي، إي، إي. يا، يو، 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 يي، يي. أما صوائت المركبة فهي اجتماع لصائتين بسيطين، مثلا أو وأ تنطقان
و او اي وي او اي وي او او و او اي وي او اي وي اي اي وي ريسا الطبيب و وي وي و وي 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 إذن فالهانجل يضم 14 حرفا صامتا بسيطا، 5 حروف صامتة مزدوجة، 14 حرفا صائتا بسيطا، و 7 صوائت مركبة. إذن مجموع الهانجل الكوري 40 حرفا. كا نا تا را ما با سا ان جا چا كا تا پا ها كا تا با سا جا آ أو أ أو أ أ أ إ يا يو 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 ي ي و و و و و و و هكذا نكون قد تعرفنا على الهانجل الكوري. في فيديوهات مقبلة سوف نتعرف على كيفية كتابتها بخط اليد. أنيو هيكي سيو.